السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى تلاميذ الأعزاء في جهوي تدلى أزهر لسنة 2014. نمر الآن إلى السؤال الثالث من تمرين رقم 1، ألا وهو المسألة وزعت مجموعة من المحفظات على مجموعة من التلاميذ. كل تلميذ مستفيد يحصل على محفظة واحدة، وكل محفظة تحتوي على 7 كتب و3 أقلام. إذا علمت أن مجموع عدد الكتب والأقلام هو 260، فكم عدد التلاميذ المستفيدين وكم عدد الكتب الموزعة؟ لنمر إلى التصحيح. ليكن N عدد التلاميذ المستفيدين، لاحظوا أن العدد N هو عدد صحيح طبيعي. إذن مادام كل محفظة تحتوي على 7 كتب و3 أقلام، ومجموع الكتب والأقلام التي تم توزيعها هو 260، إذن فعدد المحفظات هو 260 على 10، أي هو 26 محفظة، بمعنى أن هناك 26 مستفيد. الآن لنبحث عن عدد الكتب الموزعة. كل محفظة كما تعلمون تحتوي على 7 كتب، وعدد المحفظات التي تم توزيعها هو 26. إذا رمزنا لN فتحة بعدد الكتب الموزعة، فN فتحة تكون هي جداء 7 وN، ومدام عدد N هو 26، معنى هذا أن N فتحة تساوي 182، بمعنى أن عدد الكتب الموزعة هو 182، وهكذا نقول السلام عليكم ورحمة الله، وإلى فرصة أخرى إن شاء الله.